هذه التدريبات هي جزء من ورشة مسرحية لنادي السماوات المسرحي، ستعرض بداية سبتمبر المقبل. المسرحية حملت اسم بلاناريا ذات طابع سياسي، وتدور قصتها حول شاب يرفض العادة والتقاليد ونظام الحكم، فيتحول إلى دودة تتفق مع سياسة القطيع تحت تأثير قوى خارجية تجبره على ذلك. فيما يهدف النادي المسرحي أيضا إلى محاولة استقطاب المواهب وتدريبهم بسبب خلو المدينة من أماكن مسرحية خاصة بهم. النادي هو وظيفته وإقامة ورش الشباب بصورة عامة، يعني وبالذات اللي ما مشتغلين مسرح أو مشتغلين سينما أو مشتغلين أي شيء يخص الفن. فهذا وظيفته، وظيفة هذا النادي أنه يقيم ورش، يقيم دورات، أنه حتى إحنا نطلع بجيل ممكن أنه نقول هذا نعتمد عليه بالمستقبل. وكانت المثنى تضم قاعة مسرحية واحدة هي قاعة ساوة، لكنها دمرت بسبب القصف الأمريكي في حرب الخليج الثانية، ولا تزال هيكلا حتى اليوم. ماكو أي وجه مقارنة بين مسرح 2003 وبعد 2003. المسرح قبل 2003 كانت هناك مسارح يعني خاصة للمسرحيين لأداء المسرحي. هسه حاليا ما عندنا، مثل ما قلت لك، ما عندنا أي مسرح. قبل كانت فقط قاعة ساوة اللي هي كانت مسرح متكامل. ورغم وجود 3 جامعات في المثنى، فإنها تخلو من كليات الفنون الجميلة، بينما تسعى جهات رسمية إلى إنشاء معهد للفنون الجميلة ورعاية الموهوبين. خلال هاي المرحلة القادمة عندنا خطين يعني نعمل عليهما. وأولا الأول اكتمل إن شاء الله، وسعى فيه الحكومة المحلية والمدير العام للتربية، وهو فتح معهد الفنون الجميلة من العام القادم إن شاء الله في محافظة المثنى بالسماوة. والخط الثاني هو رعاية الموهوبين التي أكد عليها وزير الشباب خلال زيارته هنا. وتقيم المثنى سنويا مهرجانين مسرحيين، لكنها توقفت في السنتين الأخيرتين بسبب جائحة كورونا التي عطلت كثيرا من النشاطات ومن بينها المسرح. من المثنى خليل بركات، يو تي في.